محمد سعدون الكواري ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله نديش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بعيونكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى إسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. في هذه الحلقة نتحدث عن الشباب والإعلام الرياضي والرياضة في لقاء الجمعة، تجتمع الكلمة. باسمكم ارحب بضيفي الاستاذ محمد سعدون الكواري، حياك الله في سعدون. احييك يا عبد الله، تحيه لك لمشاهدينا الاعزاء ولطاقم العمل في القناه. في البدايه نقول لك الف مبروك وشكرا لوجودك معنا، لكني انا حبيت، انت قمت فتره في الرياض لتغطيه كاس الخليج في قناتكم قناه بي ان سبورت، حدثني عن الاجواء، ابرز خلاصه هذه التجربه في الايام الماضيه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بالنسبة لي فترة الإقامة في الرياض بالنسبة لي مش شيء جديد، علاقتي بالرياض كمدينة وبأهل الرياض علاقة قديمة. أول تجربة احترافية على مستوى اللعب كلاعب تنس سابق كانت في الرياض سنة 1995، وقتها مثلت منتخب قطر تحت 14 سنة في التنس، وبالتالي هي علاقة قديمة للرياض، محبة صراحة مكانة خاصة بالنسبة لي. بالنسبة لفترة الإقامة البطولة كانت تجربة رائعة بالنسبة لنا كطاقم عمل في بي ان سبورتس، لقينا تسهيلات كبيرة جدا على مستوى أمارة الرياض، على مستوى اللجنة المنظمة للبطولة، على مستوى حتى المستوى الشعبي، على مستوى تعامل الجمهور معنا في تغطياتنا. كانت تجربة فريدة، صحيح بطولة خليجية لكن تعاملنا بصراحة معها كأنها بطولة من البطولات الكبيرة، كأس العالم، كأس أوروبا. أنا بجيك على هذا الموضوع، قضية طريقة التغطية، لكن بصراحة يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الفكر الرياضي هنا، الفكر الرياضي الذي يدير اللعبة في الخليج يجب أن يبقى أو يجب أن يرحل إذا ما أردنا نقلة نوعية على مستوى الصناعة الكروية في الخليج؟ والله سؤالك شائك، في تفاوت كبير لما نتكلم عن الخليج من دولة لدولة. بعض الدول تنظر للرياضة على أنها تسلية مضيعة وقت، البعض ينظر للرياضة على أنها إشغال للرأي العام وبعادة عن ملفات أكثر أهمية، عن السياسة، عن أمور تتعلق بأمور سيادية في الدول. وبعض الدول تتعامل مع الرياضة على أنها جزء رئيسي في بناء المجتمعات، مثل دولة قطر بصراحة اللي جعلت من الرياضة ركن أساسي في الاستثمار في المواطن، في الاستثمار في البلد، في دعم مسيرة التقدم والتطور، في تطوير البنى التحتية من خلال الرياضة، من خلال استضافة الأحداث الكبيرة اللي بدأت بدورة الألعاب الآسيوية عام 2006 واستمرت إلى دورة الألعاب العربية، إلى كأس العالم في كرة القدم، إلى كأس العالم في كرة اليد في السنة المقبلة، وغيرها من الأحداث. وبالتالي الأمر صراحة يتفاوت من دولة إلى دولة على مستوى. لكن أنت شايفها في قطر استثمار في الإنسان الرياضة. نعم. وأنا أعتقد أن لما تجي الآن إلى دولة قطر وتشوف المنشآت الرياضية اللي مش بس ملاعب كرة قدم مميزة، هي أبعد بكثير. من زار دولة قطر منطقة أسبيرزون مثلا، هي عبارة عن متنفس اجتماعي ضخم جدا، تكلم عن أكثر من 500 ألف متر مربع، فيها المستشفى الرياضي المتميز على مستوى الشرق الأوسط، فيها حديقة أكثر من 80 ألف متر مربع، فيها العوائل وفيها بحيرات وفيها غيرها من الأمور، فيها فندقين 5 نجوم، فيها أول مختبر لكشف المنشطات على مستوى الشرق الأوسط، فيها مول 5 نجوم. وبالتالي الرياضة شيء بسيط لكن البعد والهدف. طيب هذا البعد أكبر. في دولة خليجية غير قطر تشاركهم بنفس الرؤية؟ والله أنا أعتقد دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا لها جهود كبيرة من خلال استضافة أكبر الأحداث على مستوى العالمي، دخولها في التنافس على كثير من الأحداث الرياضية، لكن ما أعتقد في أي دولة خليجية أعطت من الوقت من الجهد من المال للاستثمار في الرياضة مثل دولة قطر على الأقل في ال10 سنوات الماضية. طيب كيف رأيت مواكبة إعلام البلد المنظم المستضيف للبطولة خاصة قنواته الرسمية بطولة الخليج؟ أنا سأتحدث. والله لما تتكلم عن الإعلام السعودي أعتقد أنه كان في تفاوت كبير في التعامل مع البطولة حتى أثناء البطولة، عبارة عن شقين، شق أول كان في الدور الأول تعامل مع البطولة على أنها شيء مفروض علينا لازم نتعامل معه ونأدي الواجب، أقل بكثير من التعامل مع الدوري المحلي مثلا. وشق ثاني بعد نص النهائي لأن المستوى الفني ارتفع، مستوى الحضور الجماهيري ارتفع، التغطية زادت من كل وسائل الإعلام، لكن أنا أعتقد أن هذه البطولة كانت تستحق تعامل أكثر جدية من الإعلام في المملكة العربية السعودية. ليش يعني برأيك؟ يعني هل تحول جمهور السعودي إلى جمهور أندية ولم يكن جمهور منتخب مثلا؟ والله هذا الشيء ولا هذا من الإعلام نفسه؟
الإعلام جزء رئيسي. لما تروح لأفضل تجارب على مستوى الرياضة وأكثرها تطورا وسرعة في التطور في الرياضة، تشوف اليابان مثلا، وتشوف أن في اليابان الإعلام كان عنصر رئيسي أساسي محرك في دفع عجلة التطور في الرياضة. ولما ترجع عندنا تشوف الوضع مختلف، تشوف أما الإعلام مهمش تماما، أو تشوف الإعلام جزء مخرب لعملية التطور في الرياضة للأسف. مسألة جمهور الأندية صارت واضحة للجميع، أن لما تشوف مباراة مثل مباراة الهلال، مباراة لنادي واحد فيها أكثر من السعة القصوى لأستاذ ملك فهد، الأرقام الرسمية كانت تتكلم عن 63 ألف وشوية، لكن فعليا أنا واثق أن الرقم تجاوز 65 ألف متفرج، جزء كبير دخل بدون تذاكر، جزء تسلق، وتشوف كل هذا صار، وتجي بعدها بأسبوعين تشوف حفل افتتاح تظاهرة خليجية وتشوف نصف الملعب تقريبا فارغ. هذا يضع علامة استفهام كبيرة ويؤكد اللي أنت تفضلت فيه، اللي هو للأسف جزء كبير من الجمهور السعودي أصبح جمهور أندية. وأنا أحمل الإعلام جزء كبير صراحة، الإعلام كان له دور كبير في زيادة التعصب في المملكة العربية السعودية. الجمهور تأثر كثير بالإعلام، جزء كبير من الإعلاميين اللي ينظر لهم أنهم إعلاميين نخبة ساهموا صراحة في زيادة التعصب، زادوا ارتباط الجمهور بالأندية وقل للأسف انتمائهم وحبهم لبلدهم. يعني تقول أنت الآن ظاهرة قلة الاهتمام في المنتخب هو يعني نتيجة للتعصب الرياضي بين الأندية؟ جزء، الحضور الجماهيري تأثر أولا بمحبة الجمهور المفرطة للأندية وكراهيتها للأندية المنافسة، جزء آخر تأثر بخسارة الهلال، جمهور الهلال اللي تقريبا كره كرة القدم واللي جاي من ردود أفعال بعد خسارة الهلال مع سيدني. جمهور النصر متأثر ومستاء من المنتخب لأنه يرى أنه يستحق عدد أكبر من لاعبي يكون في تشكيلة المنتخب، سواء في إجمالي اللاعبين أو حتى في التشكيلة الأساسية للمنتخب. وأنت تتكلم عن أهم ناديين موجودين في الرياض، الهلال والنصر، لما الجمهورين مستائين وعندهم تحفظ وما عندهم رغبة للذهاب للملعب، طبيعي يصير اللي احنا شفناه أن الجمهور ما تواجد إلا فقط في المباراة النهائية. وهذا بالنسبة لنا كخليجيين شيء مستغرب، احنا دائما ننظر للسعودية أنها البلد اللي هي المرجع لكرة القدم، هي المرجع للحضور الجماهيري، لما تبي تنجح اي حدث جماهيريا تسويه في المملكه العربيه السعوديه. بصراحه انتم شعرتوا بالمنافسه الحقيقيه مع القنوات اللي غطت الحدث؟ ولا شعرتوا انكم تنافسون انفسكم؟ والله انا كمذيع كان تركيزي بشكل رئيسي صراحه على عملي، على برامجي وعلى تغطيتنا احنا كقناه، ما كنا صراحه عندنا الوقت الكافي لمتابعه باقي القنوات، لكن من خلال ردود الافعال اللي نقراها بصراحه كنا نفهم أو نحس أن التنافس الرئيسي هو بين قناتي بي إن سبورتس وقناة الدوري والكاس، قد يكون بسبب تمرسهم، الإمكانيات الموجودة، الاهتمام من القناتين ومن مسؤوليها. يعني قناتين قطريتين تتنافسان على بطولة في السعودية؟ أنا أرفض تسمية بي إن سبورتس بالقناة القطرية صراحة، قد تكون هي قطرية من ناحية الدعم، من ناحية إعطاء الحكومة أولوية لهذه القناة. شو سميها القناة؟ هي قناة عربية عالمية، لأنها قناة تبث من داخل دولة قطر، لكن ما عادت تبث من داخل دولة قطر. اليوم احنا عندنا قنوات تبث من أمريكا لشعب أمريكا، عندنا قنوات في فرنسا تبث لفرنسا وأوروبا، اندونيسيا، عندنا في شرق آسيا في اندونيسيا، وعندنا أيضا في أستراليا قبل يومين قناة انطلقت. وبالتالي احنا نتكلم عن شبكة من القنوات موجودة في 5 قارات. لما أقول قناة قطرية فهذا من الظلم للشبكة. لا، هنتكلم عن الشبكة المملوكة لدولة قطر، وبالتالي بالنسبة للملكية هي قناتين قطرية. من الملكية، لكن من ناحية التوجه، من ناحية الانتماء، هي لا تنتمي لدولة قطر ولا تمثل دولة قطر. طيب أنا أرجع للقضية اللي أنت طرحتها قبل قليل، أنه أنتم قد تكونوا بالغتوا في التغطية، يعني عدد ساعات البث كان عدد ساعات مهول لتغطية كأس الخليج. هل يعني لماذا أنتم تضخون كل هذا، يعني تعطون الدورة قيمة إعلامية أكثر من مستواها الحقيقي؟ يعني تعاملتوا معها كما تقولت أنه كأنها كأس عالم ولا كأس بطولة آسيا أو غيره، ليه؟ أنا أول شيء ما أشوف أن احنا بالغنا صراحة في حجم التغطية. أنا أنظر لمشاهد بي إن سبورتس على أن هذا المشاهد تعود على مستوى معين من التغطية ينبغي لا تنزل القناة عنه في أي حدث كان. بالنسبة للخليج، يعني هذه التغطية جزء من احترام المشاهد؟ نعم، جزء من نظرة بي إن سبورتس لمشاهدها، أن هذا المشاهد تعود على مستوى احترافي معين. كأس الخليج تستحق منه تقديم كل شيء، لأن هذه البطولة كانت سبب رئيسي في تطوير كرة القدم في المنطقة، والأمثلة والشواهد كثيرة. الآن لماذا يرى البعض أن بي إن سبورتس بالغت في التغطية؟ لأن المستوى الفني للبطولة كان متراجع، ولكن تخيلوا المستوى الفني والجماهيري كان في قمة عطاء، راح تشوف أن تغطية بي إن سبورتس تتماشى مع قيمة وحجم البطولة. طبعا أنت تعرف الأوقات اللي أنت كنتوا فيها في الرياض، يعني شهد فترتين، شهد فترة كانت
هي نهاية الخلاف الخليجي وبعدين جاءت الانفراج الخليجي وأنتم موجودين في الرياض. بصراحة الخلاف الخليجي كيف أثر على عملكم في قناة بي إن سبورت في الفترة الماضية؟ والله أثر بشكل كبير صراحة، ولو أني إنسان صراحة من ما أقول ما أحب السياسة، أنا أكره السياسة صراحة، وهالشيء قلته في أكثر من 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 موقف وحتى في حساباتي الشخصية، أني شخص ما أحب السياسة وأرى أن السياسة كانت سبب لكثير من المشاكل، عكس الرياضة اللي تاريخيا كانت سبب رئيسي في حل كثير من المشاكل السياسية بين أمريكا وإيران في كرة قدم، بين كوريا وكوريا في أيضا ألعاب رياضية. الجزء الأول كان فيه مشاكل تعرضنا لها، أبرزها على مستوى اعتذار زملاء من دولة الإمارات العربية المتحدة عن الاستمرار، فارس عوض، فارس عوض وعلي السيد الكعبي اللي فقدناهم صراحة في القناة، كانوا زملاء مميزين عندهم جماهيرية كبيرة، أشخاص محترمين، ولكن كان قرارهم بالاعتذار والاستقالة من القناة، فهذا تأثر كان في الفترة الأولى. بعد ذلك صراحة كنا نقوم بعملنا عادي يعني، لكن للأمانة حتى قبل الصلح اللي لقيناه من تسهيلات في المملكة العربية السعودية غير اعتيادي من ناحية إيجابية. أكون معك صريح، المملكة العربية السعودية من أصعب الأماكن للعمل الإعلامي التلفزيوني تحديدا، على مستوى الموافقات، على مستوى الرخص، على مستوى الأوراق اللي تحتاج أنك تخلصها قبل ما تبدأ عملك الإعلامي، وهذا عكس تماما وجدناه في كأس الخليج، وجدنا تسهيلات غير طبيعية صراحة. يمكن من تابع أمس تغطيتنا مثلا كان في كاميرات تبث على الهواء مباشرة من داخل حافلات المنتخب، شفنا سيارات فيها كاميرات بي إن سبورتس ترافق حافلات المنتخبين القطري والسعودي وقبلها الإماراتي والعماني في نصف النهائي من مقر إقامتهم إلى استاد الملك فهد وانت راجع. طيب الحديث عن الحقوق، يعني هل صحيح أنه بي إن سبورت كانت سبب مباشر في عدم إعطاء الحقوق لقناتي أبوظبي ودبي الرياضية؟ والله أنا مش اختصاصي الحقوق، لكن اللي أنا عارفه أن من فاز بالحقوق التلفزيونية هي شركة إيطالية اسمها MPN سيلفا مملوكة؟ ما أعرف ملكيتها لمن، يعني هل الجزيرة أو بي إن سبورت أو القطريين يملكون في هذه الشركة الإيطالية؟ والله هذا كلام يقال، هذا ما يسمع، وفي الغالب من قال قد يكون متضرر من هذه الشركة، لكن للأمانة ويعني أشهد الله على كرام أني ما عندي أي معلومة عن أي شخص قطري يمتلك لو 1% من هذه الشركة. اللي أنا عارفة أنها شركة إيطالية من أكثر من 10 سنوات تبيع حقوق على البي إن سبورتس أو الجزيرة الرياضية بمسمى السابق، منها الدوري الإيطالي وغيرها من الدوريات، فما أملك صراحة أي معلومة عن امتلاك. أتوقع فارس عوض والكعبي يرجعوا للبي إن سبورت؟ والله هذا قرار راجع لهم وراجع للقناة، لكن بالنسبة لعلي سيد الكعبي أنا شخصيا تحدثت معه حتى قبل عودة العلاقات، وأكد لي أنه الآن مرتاح ومستشار لقنوات أبوظبي الرياضية، وفي نفس الوقت يعني كان يحتاج وقت يكون فيه أقرب لأسرته، هو معظم أبناء صغار في السن، فكان يحتاج أنه يستقر فترة معينة في العين، وهو الآن مرتاح يعني. بس إذا بيرجعون في يوم من الأيام سواء بعودة العلاقات أو حتى قبل عودة العلاقات، هم بين أهلهم وإخوانهم ويشرفونا في أي وقت. بصراحة يعني أنت قلت أني أنا أكره السياسة، وقضية معادلة الرياضة والسياسة هذه معادلة معقدة، وودنا نفهم بحكم أنه كنت موجود وفرصة نسألك، هل فعلا كان هناك رسائل معينة تطلب منكم كمذيعين أنه توصلونها خارج إطار الرياضة؟ لا نهائيا لم يطلب منا أي توجه معين يتماشى مع فكر سياسي معين. إحنا رياضيين، وأنا عن نفسي كإعلامي رياضي لا أقبل صراحة أي إملاءات، لأني أنا أنظر للرياضة عنها مبادئ، عنها أمر أسمى بكثير صراحة حتى من السياسة نفسها، فأنا لا أقبل أي إملاءات. غير كذا أن القناة نفسها قناة تعمل عمل رياضي احترافي، تبحث عن إرضاء المشاهد الرياضي بعيدا عن أي توجه، بعيدا عن أي طائفية، بعيدا عن أي فكر سياسي. الرياضة يعني بشكل عام جزء من السياسة، ولا الرياضة ما لها علاقة في السياسة بشكل عام؟ والله إذا قلت لك ما في علاقة بكون مش صادق، أكيد في علاقة، أكيد في كثير من السياسيين يحاول يسيس الرياضة، وفي بعض السياسيين يأخذ من الرياضة سلم للوصول إلى أهداف وأبعاد سياسية، فالعلاقة تاريخيا موجودة. الآن هناك من ينظر إلى الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا على أن أكبر منظومة سياسية الباطن رياضية الشكل، هناك من يرى بأن الفيفا أقوى حتى من اليو إن مثلا. طيب، لأنه الآن لما تشوف أنت يعني استثمارات قطر وحركتها في الرياضة خارجيا، سواء على القنوات الشبكة الضخمة للبي إن سبورت، ولا تشوف مثلا نادي برشلونة اللي ما كان يظهر
على قمصانة مثلا إعلانات، صار يحط اسم قطر كشركة أو غيرها، النادي الأهلي السعودي كذلك، في باريس سان جيرمان في استثمار قطري، استضافات بشكل كبير جدا على كافة المستويات حتى وصلت إلى أعلى الاستضافات. هل هذا الاستثمار، أو خلينا نقول هل الرياضة هي قوة ناعمة للسياسة القطرية؟ هو فكر في النهاية يعود إلى أصحاب القرار في دولة قطر. يعني إنشاء قناة الجزيرة مثلا في سنة 96، كثيرين يرون حتى المسؤولين القطريين اللي صرحوا بذلك بأن قطر دولة صغيرة كانت تحتاج إلى قوة السلاح والمال، ليست بالقوة الكافية لدولة صغيرة الحجم الجغرافي مثل دولة قطر. وبالتالي ما ينكر أي حد أن الإعلام أصبح قوة، لذلك استثمرت دولة قطر في قناة الجزيرة للحصول على ذراع قوي، وهذا حصل بشهادة الجميع. الحصول على خطوط جوية مميزة بخمس نجوم مثل الخطوط اللي تملكها الآن دولة قطر، كان أيضا واحدة من الأشياء اللي تكمل إبراز اسم البلد وإظهار اسم البلد على مستوى العالمي، وهذا صار عن طريق الخطوط، البحث عن مصادر القوة. بالضبط. بالنسبة لباريس سان جيرمان، أنا أشوف أن استثمار اقتصادي في المقام الأول، مثل ما الوضع الآن مع بين سبورتس. بين سبورتس شبكة تتوسع ليس من أجل الشو ولا البرستيج ولا أن احنا عندنا فلوس وايد، لا، هي فكر اقتصادي، توزيع للاستثمار، وضع أموال قطر اللي اليوم تمتلكها قد ما تعرف الظروف بكرة إيش يصير فيها، توزيعها في مجالات مختلفة، جزء منها الإعلام الرياضي، قد تعيد مستقبلا أموال، قد تعيد استثمار جيد لدولة قطر. فأنا أشوف أن استثمار في باريس سان جيرمان حتى في بين سبورتس هو استثمار اقتصادي يخدم الدولة وأبنائها على المستقبل البعيد. أنت كنت في الجزيرة الإخبارية وكنت في الجزيرة الرياضية، يعني قبل أن تتحول إلى بين سبورتس، السؤال اللي دائما يطرح، لماذا تحولت الجزيرة الرياضية إلى بين سبورتس؟ لماذا بدلت جلدها البرتقالي إلى آخر بنفسجي؟ السبب باختصار هو خطة التوسع للشبكة اللي كانت على المستوى العالمي. وجود اسم الجزيرة كان يسبب الكثير من المشاكل لأصحاب القرار في الشبكة، عندما يذهبون إلى فرنسا، إلى أمريكا، ينظر للجزيرة مع كامل الأسف على أنها قناة تدعم الإرهاب، على أنها قناة اسم مخيف، على أن هناك أبعاد فكرية سياسية حتى من خلال الرياضة. وبالتالي كانت في مشاكل كبيرة على مستوى إنشاء قنوات في أوروبا وفي أمريكا، وعلى مستوى أيضا الحصول على حقوق تلفزيونية لبطولات أوروبية داخل أوروبا وداخل أمريكا. لذلك تم إنشاء اسم جديد. البعض يعتقد أن إطلاق اسم بي إن سبورتس في الوطن العربي تم في نفس الوقت وبالتزامن مع باقي العالم، لكن هذا غير صحيح. إنشاء اسم بي إن سبورتس تم قبل سنتين تقريبا من انتقال الجزيرة الرياضية إلى بي إن سبورتس، وافتتحت قنوات في فرنسا فيها أكثر من 8 مليون. 2012 انشأت. في 2012 بالضبط، لكن في بداية السنة الحالية تغير الاسم في الوطن العربي فقط، لكن الاسم كشركة عالمية موجود قبل سنتين تقريبا، واشتغلت في فرنسا واشتغلت. يعني هو السبب الأساسي التخفف من عبء الجزيرة أو تراث الجزيرة الموجود في الأثر الناس. الأثر السلبي لاسم الجزيرة في الخارج. ولكن للتوضيح، بين سبورتس الآن كشبكة مستقلة تماما، إداريا، هيكليا، ماليا، بجميع النواحي حتى كمبنى، عن شبكة الجزيرة. ما في أي علاقة بين الاثنين. هذه لها رئيس مجلس إدارة اللي هو الشيخ حمد بن ثامر بالنسبة للجزيرة، وبين سبورتس لها رئيس مجلس إدارة اللي هو السيد ناصر الخليفي. فما في أي ترابط بالفعل بين الشبكة الجزيرة وبين شبكة بين سبورتس. هو ما في ترابط، لكن هل القرار سيادي في بالنسبة لي؟ يعني هل هو استثمار سيادي؟ والله هذا السؤال ممكن يجاوبونك عليه أصحاب القرار في دولة قطر، لكن بالنسبة لبي إن سبورتس كشبكة رياضية، أنا أعتقد أن تغير الاسم خدمها، ولو أني أنا عاطفيا ما زلت أعشق اسم الجزيرة الرياضية. طيب، حتى ما زلت أخطأ أحيانا على الهواء أقول مشاهدي الجزيرة الرياضية. ما أنك أنت يعني عندك إلمام جيد في اللغة الفرنسية، يقال أنه بي إن سبورت هي كلمة اختصار لجملة في الفرنسي، أنه كن مع الرياضة، صحيح؟ لا، هي بالإنجليزي بي إن، كن فيه، بس بالإنجليزي كن في الرياضة. بهذا الشكل بي يعني. نعم. وبالتالي الهدف من الشبكة أنك تكون أنت كمشاهد رياضي في صلب الرياضة من خلال تغطية أهم البطولات، من خلال تقديم فكر رياضي راقي. هذا الفكر، أنا أتحدث عن هذا الفكر، إيش الفلسفة الأهم وكلمة السر في نجاح قنوات البي إن؟ طبعا الشق الإعلامي الرياضي انقسم تاريخيا في السنوات، خلينا نقول 20 الماضية، إلى شقين. الشق أول كانت سيدة رجال أعمال، منها الأستاذ صالح كامل في RT، منها أوربتي ESPN، اللي كانت تعتمد على فكر اقتصادي بحت. وهذا الفكر في نهاية التسعينات واجه صعوبة، لأن الحقوق التلفزيونية الرياضية اللي هي خاصة ومختلفة تماما عن أي مجال ثاني، فيها الأموال هي المحرك الرئيسي لها.
رجال الأعمال في الجزء الأول في الحقبة الأولى كانوا يقدرون يجارون لأن تكلفة الحقوق كانت رخيصة، يعني تكلفة حقوق كأس العام 94 تكلم عن 300-400 ألف دولار فقط، أنا أتكلم عن مئات الملايين. وبالتالي رجل الأعمال اللي بيدخل يستثمر ويشتري حقوق ويبيع اشتراكات ويدخل أرباح ما عاد يقدر، لذلك لأن تكلفة الحقوق وصلت إلى أرقام فلكية تحتاج إلى ميزانيات، تحتاج إلى دول دول. لذلك منو صار اللي يتنافس في آخر 9-8 سنوات ماضية؟ قناة أبوظبي الرياضية اللي تتبع لحكومة أبوظبي أو دولة الإمارات العربية المتحدة، وبي إن سبورتس اللي تجد دعم من دولة قطر. فرجال الأعمال اختفوا من الساحة باختصار. وهنا أطرح سؤال، يعني انقرضت شبكة ERT بعد أن اشترتها الجزيرة، أوربت ما قاعد نشوفها الآن، دخلت كيانات جديدة. اليوم السعودية تقدم الدوري لمدة 10 سنوات بعقد طويل إلى مجموعة جديدة تابعة لقنوات NBC NBC برو سبورت. هذه القنوات يعني هل هي ساحة منافسة جديدة، وأنه مثل ما نافست العربية الجزيرة سوف تنافس هذه القنوات قنوات BN؟ وهل تحسون أنه هي المعركة الرياضية القادمة بين السعودية وقطر من خلال الشبكة الجديدة المنشأة حديثا؟ والله أنا أعتقد أن المسؤولين في القناة ينظرون إلى أي قناة رياضية على أنها منافس، ولكن في المقام الأول هم يبحثون دائما عن المحافظة على مستوى القناة، على صورة القناة أمام المشاهد، على ما قدمته من إرث أصبح المحافظة عليه مش بالشيء السهل. الموضوع مش بس موضوع فلوس، موضوع عمل، موضوع فكر، موضوع تفاني حتى في العمل. بالنسبة لـ NBC لاعب جديد على الساحة في المجال الرياضي، لكن NBC كمجموعة كلنا من مشاهديها من تأسست شبكة رائدة صاحبة فكر مميز، تسويقيا تتفوق على كل القنوات العربية بشهادة الجميع. نجاحها في الرياضة أم لا، أنا أعتقد نحتاج إلى 2-3 سنوات عشان نحكم عليها، لأن المجال الرياضي مجال صعب وخاص وفيه الكثير من التحديات والكثير من الأمور اللي مو بسهولة تدخل وتتفوق فيها. هل مسؤولي NBC ينظرون لبي ان سبورتس كمنافس وعندهم الرغبة وعندهم الدعم وعندهم القدرة أنهم ينافسون بي ان سبورتس في الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني والألماني ودوري الأبطال أو لا؟ ما أقدر أجاوبك. لا، إحنا ما نبيك على إنه NBC وش بيناظرون، إحنا نتكلم على إنه أنتوا هل أنتوا شاعرين إنه والله هذا منافس جديد وأنه يجب تتغير الخطة، وقد بكرة الحقوق حيدخل على منافس عليها، اليوم أخذ الدوري السعودي بكرة حينافس على الإنجليزي، حيسافس على، وحتكون معركة بين السعودية وقطر، معركة رياضية طبعا. والله ما أقدر أجاوبك لأن ما أعرف هل NBC عندها الدعم المالي الكافي لمقارعة بي إن سبورتس على مستوى الحقوق، لأن تحدي الحقوق تحدي كبير. يعني أنت تقول إنه لو كانت تجاريا فقط ما راح تقدر تنافس، لو كانت السعودية كدولة وراها ممكن تقدر تنافس. هذا أنا أكد لك 100%. لو كانت NBC بنفس فكر NBC المجموعة اللي يعتمد على أنك قبل ما تطلع برنامج على الهواء تغطي تكاليفه وتطلع إعلانات من وراه، فهذا مستحيل على مستوى البطولات الأوروبية. الآن على مستوى الدوري السعودي الوضع مختلف. لو أنا كنت صاحب قرار وأنت مدير قناة NBC أقدر أعطيك الحقوق بدون مقابل فعليا، وشكليا أسوي عقد بيني وبينك وأقول لك والله تعال بيع الإعلانات ورجع فلوسك وتعال نتشارك في مخارج. لكن لما تتكلم عن الدوري الإنجليزي مثلا، حقوقه في الميدل إيست أو في الشرق الأوسط من الأعلى على مستوى العالم. قناة أبوظبي الرياضية مثلا شرت حقوق الدوري الإنجليزي قبل 6 سنوات من الآن 150 مليون دولار، تكلم عن 500 مليون ريال وأكثر بشوية فقط علشان شارة عشان الحقوق. احسب عليها التكاليف، احسب عليها الاستديوهات، احسب عليها الرواتب، احسب عليها طاقم العمل، فتتكلم عن مليار. يعني لو تبيع الاشتراك ب 10,000 ريال في السنة مستحيل تغطي تكاليفك. واضحة الصورة؟ واضحة الصورة. فأنت يعني ملخص الكلام أنه إذا كانت السعودية خلف كدولة خلف قنوات NBC المعادلة ستختلف بالضبط، وهذا ما سنشاهده مستقبلا. طيب السؤال على قضية وجود القطريين في القناة، يعني احنا شايفين محمد سعدون الكواري لما أعلننا عن وجود أبو سعدون في البرنامج، أنت لا تتخيل الجماهيرية الكبيرة لك في المملكة العربية السعودية. برنامجنا يعني برنامج ما هو رياضي في الأساس، الترحيب كان عالي جدا، الثناء محبة الناس لك كانت عالية، لكن أنت لما تشوف عدد المذيعين القطريين الموجودين في قناة بي إن سبورت نجدهم أنهم ما هو ظاهرة بل هم أقلية في أوساط القناة. إيش ترجع الكلام هذا؟
أول شيء أشكرك على المقدمة، وأنا جدا سعيد بتواجدي معك وإني أجي بعد كوكبة من الناس المميزين في جميع المجالات اللي أنت استضفتهم في برنامجك عبد الله. بالنسبة للقطرين، القطرين موجودين على مستوى الشاشة، في زميلي حمد جاسم من أبرز المذيعين في القناة، عبد العزيز الناصر من المذيعي الدوري الإيطالي الآن موجود قطري معنا في القناة، معنا محمد البشري أحد مذيعين قنوات بي إن سبورتس الأخبارية. على مستوى المراسلين معنا 5 أو 6 مراسلين قطريين، ولكن أرجع للأساس اللي قلت لك عنه، أن بي إن سبورتس قناة عربية ليست قناة قطرية. على مستوى الأشخاص اللي خلف الشاشة، أكثر من 200 موظف قطري موجودين وفي أهم المناصب على المستوى الإداري، على مستوى خاصة الأمور الفنية، عندنا ناس مميزين على أعلى مستوى، مخرجين فني، فيجن ميكسرز أو فني مونتاج إلكتروني وغيرها من الوظائف اللي موجودة في بي إن سبورتس، فالقطري موجود في الشبكة. طيب أنا برجع لك للموضوع، بس إن أذنت لي بأخذ فاصل قصير ثم نعود لكم أعزائي المشاهدين. حياكم الله من جديد مع ضيفي الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري. أبو سعدون، احنا كنا نتكلم عن موضوع القطريين بصراحة، هل 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 محمد سعدون يحظى بدعم خاص؟ يعني هناك حديث قطرية تتحدث على أنه هناك دعم من أعلى سلطة، من الأمير الشيخ تميم، أنه داعم محمد سعدون في قضية الجزيرة الرياضية سابقا وبأن اليوم حاليا. طبعا سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني هو صديق من أيام الطفولة، هو لاعب تنس سابق كثير من الناس ما يدرون، كان زميل معنا في منتخب التنس وفاز معنا بكأس الخليج في سنة 94، وشارك معنا في معسكرات المنتخب في 93 في 94 في أمريكا. ولكن هل أنا أحظى بدعم خاص؟ لا، كل القطريين يحظون بدعم في الدولة في أي منصب كانوا في أي مكان كانوا. ولكن أنا لو ترجع لمشواري الإعلامي المتواضع، راح تجد أني مريت بالكثير من المصاعب، راح تجد أني بعدت عن الكثير من الأمور اللي كنت أنا في هذاك الوقت أعتقد أني أمتلك الكفاءة الجيدة أني أنا أكون فيها. أنا بعدت 2 سنين عن الجزيرة الرياضية بمسماها السابق، واشتغلت كمذيع أخبار في الجزيرة الأخبارية، وحافظت على المجهود وأصريت على أني أنا أطور نفسي، وبديت من الصفر، بديت كمراسل مجرد أسوي لقاءات، واللقاءات هذه تأخذ أشخاص ثانيين يبنون عليها تقاريرهم، ثم تدريجيا بديت أسوي تقارير. وبالتالي أنا أنظر إلى مشواري الإعلامي المتواضع في 11 سنة الماضية أن تدرجت فيه من الصفر مرحلة مرحلة. لو كنت أنا أجد دعم استثنائي كان ما مريت بال 11 سنة بكل التدرج اللي مريت فيه. حتى ناصر الخليفي أعتقد كان لاعب تنس. صحيح، كان يعني لاعب تنس. يعني أنتوا رئيس مجلس الإدارة وأمير البلاد ومحمد سعود الكواري لعبوا سويا في فترة سابقة. صحيح، هي صدفة جات كذي، ولكن اللي يعرف التنس يعرف أنها لعبة راقية صراحة. معظم لاعبي التنس على مستوى العالم حتى تشوف الان ابطال لعبه تجدهم يمتلكون الثقافه، يمتلكون اللغه، لانها هي لعبه اصلا لعبه راقيه، تساهم في بناء الشخصيه، تساهم في تطوير الشخص. ليش ما انتشرت عندنا ما دامها لعبه راقيه؟ والله في السعوديه ولا في الخليج؟ في السعوديه ولا في الخليج؟ السعوديه وفي الخليج. هي لعبه تكلفتها عاليه، عدم وجود دعم يسبب مشكله، مضرب التنس قيمته 800 900 ريال، اقل لاعب عنده 4 أو 5 مضارب مثلا. فهي لعبة مكلفة، وفي نفس الوقت الفكر في 20-30 سنة الماضية كان فقط تركيز على كرة القدم لأنها اللعبة الشعبية الأولى، لكن هي كلعبة فردية. وبمناسبة في بطل سعودي عمره 14 سنة حاليا، متوقع أن يكون من أبطال التنس، والمملكة كان فيها صراحة. إيش اسمه النجوم البطل ده؟ والله ناسي اسمه، لكن فاز بطولة العرب وكرم قبل تقريبا 7 أسابيع من الآن. في فهد السعد لاعب مميز ما زال يلعب، عمر ثاقب من أبطال المملكة المميزين، بدر المقيل كان من أبطال الخليج أيضا لاعب سابق سعودي. أريد أستعرض معك مجموعة من الأحداث اللي وردت في هذا الأسبوع ونأخذ تعليقات سريعة إن أذنت لنا. تفضل. الأيام 7 الأيام 7 قطر بطلا لكأس الخليج. من الرياض، القطريون يكشفون عن استاد خليفة. الداخلية تكشف تورط داعش في جريمة الأحساء. الرئاسة التونسية بين المرزوقي والسبسي. عبد الرحمن الراشد يستقيل من العربية. الأيام 7
بسعدون، أنت قلت بعد تتويج قطر ببطولة كأس الخليج، قلت نحن من بلد صغير الحجم كبير الطموح، نعمل بصمت ونتوكل على الله في كل شيء ونسأله التوفيق. مبروك قطر، كل الحب للمملكة. أنا ودي تحدثني عن هذه المعادلة، الطموح الكبير في البلد الصغير. أعتقد الطموح الكبير حق مشروع لأي شخص، صغيرا كان أم كبيرا. قطر دولة صغيرة الحجم، هذا شيء مصيرنا. حجمنا صغير، من شمالنا إلى جنوبنا 180-190 كيلومتر، من شرقنا إلى غربنا 80 كيلو تقريبا. هذه مساحتنا الجغرافية اللي رب العالمين كتبها لنا كقطرين، ما راح نحط تراب في البحر ونكبر مساحتنا، هذا حجمنا الجغرافي. أما طموحنا فلا حدود له. لما ترجع لأهم الناس اللي شكلوا في التاريخ بصمة، تجد أن طموحهم كان عالي وأساسهم كان صغير، ما كانت عندهم الأدوات لكن كان عندهم الطموح. وهذا الشيء اللي يتابع مسيرة قطر كبلد، اللي يشوف الرياضة القطرية يعرف هالشيء. لما قطر بتوفيق من الله تستطيع الحصول على استضافة بطولة أهم بالنسبة لي حتى من الأولمبياد مثل كأس العالم 2022، هذا أكد أن الطموح عالي. عندنا قيادة شابة، سمو أمير البلاد مفدى صغير السن، عمره 34-33 سنة، وهذا غير موجود يمكن على مستوى العالم. عندنا شباب في كل أنحاء الدولة، وزراء في نهاية الثلاثينات من العمر في بداية الأربعينات، عندنا فكر شبابي. إيش تفرق لما يكون أمير الدولة عمره صغير وشاب؟ يعني إيش اللي تحس في الفرق يعني؟ طبعا الموضوع ما يتعلق فقط بسن وأنه صغير وأمير، يتعلق أيضا بالأمور اللي حوله كشخص، الدراسة اللي درسها، عدد اللغات اللي تحدثها، تجارب الحياة اللي أخذها قبل ما يوصل لأن يكون أمير لبلاد مثل دولة قطر. هي كشخص أنه يكون أمير قبلها سنوات طويلة وهو لي عهد، قبلها تجارب كثيرة في الحياة، هيئت أنه يقود دولة مثل لا دولة أنا أقصد أنه العمل أنه إيش يفرق لما يكون القائد شاب؟ بالضبط، يفرق أمور كثيرة. يكون مطلع على أحدث التكنولوجيا على مستوى العالم، يكون مطلع على الفكر الحديث، يكون عنده فكر إداري مميز. شاب، الشاب مهما كان عنده دائما أسبقية على كبير السن اللي غالبا يأتي من مدرسة كلاسيكية تقليدية في الطرح وفي الفكر وفي التنفيذ. الشاب عنده جرأة، عنده سرعة في التنفيذ، عنده قدرة على اتخاذ القرار بوقت أقل، بتفكير أقل. لما تحتاج أنك تنتقل بدولة من مرحلة إلى مرحلة كبيرة تحتاج قيادات شبابية، وهذا اللي قاعد يصير في دولة قطر. طبعا من الإنجازات، من أكبر الإنجازات الرياضية اللي تحققت في عهد الأمير الوالد هي قضية كأس العالم 2022 اللي تحدثت عنها قبل قليل. هل الدول الكبيرة ستسمح لكم بالوصول للطموحات الكبيرة؟ هي حاولت أن تمنع قطر من الفوز لذلك حتى اليوم يعني. وستبقى إلى آخر يوم في استضافة كأس العالم. ما بيقول لك عنصرية، لكن في نظرة، عفوا على الكلمة، استحقارية لدول الوطن العربي ودول العالم الثالث من الغرب. أنا درست في بريطانيا وشفت البعض يتظاهر بالاحترام لكن باطنيا ينظر لنا على أن احنا صف ثاني وثالث ورابع وخامس، وهذا موجود. لما تدخل إلى يعني كل هذه الحملة تحت بند الاستحقار؟ جزء منها جزء منها أنها دولة صغيرة بهذا الحجم، ليش تستضيف حدث احنا كدول كبيرة أولى منها؟ لما تدخل أنت في تنافس مع أمريكا، مع أستراليا، مع اليابان، مع كوريا، كلها استضافت أحداث كبيرة. أستراليا استضافت الأولمبياد، أمريكا استضافت كأس العالم 94، وبالتالي تنظر أنها تستحق أنها تستضيف مرة ثانية، وأنت ما تستحق لأنك دولة عربية صغيرة مسلمة حر إلى آخره من الأمور. نفس الشيء بالنسبة حق اليابان وبالنسبة حق كوريا اللي استضافوا كأس العالم ومع ذلك ترشحوا، وينظرون أنهم أحق من دولة قطر في استضافة كأس العالم. بريطانيا نفس الشيء. مشكلة بريطانيا مش فقط أن قطر فازت، أنه قطر فازت وروسيا فازت، وبالتالي بريطانيا تنظر لنفسها أن هي مهد كرة القدم، هي من أطلق هذه اللعبة. كيف تأتي بلد مثل قطر تستضيف كأس العالم؟ الإنجليز ينظرون نفسهم أنهم بكرة يقدرون يستضيفون كأس العالم، عندهم ملاعب، عندهم البنى التحتية، عندهم القطار، عندهم كل شيء، وبالتالي ما يتقبلونك تجي أنت كبلد وتفوز. أضف إلى ذلك أنه في اختيار وفي تصويت مرشحي الأشخاص الفيفا اللي كانوا يرشحون الدول، بريطانيا طلعت فقط بصوتين، واحد منهم بريطاني، يعني خذت صوت واحد من 32 صوت تقريبا. فبالنسبة لهم هي كارثة، وهم ينظرون نفسهم هم من يقودون العالم سياسيا، إعلاميا، اقتصاديا، وبالتالي هم يعطون من يريدون أن يعطوه الاستضافة. هذه باختصار يعني أنه نظرة التعالي، أنه رئيس الوزراء إلى قريب يعني يتحدث على أنه متى ما شفته. لكن بصراحة
يعني هناك تشكيك أولا في قضية الموضوع الفساد المالي وإلى آخره، بعدين جت قضية القدرة، بعدين جتنا قضية الأجواء إلى آخره، وتقول أنت ما راح تنتهي. أنت كشاب قطري وإعلامي قطري، هل أنت واثق من أن بطولة كأس العالم عام 2022 ستقام في قطر؟ والله هذا شيء في علم الغيب، رب العالمين فقط يعرف إذا كان هذا الحدث الكبير سيتم في دولة قطر أم لا. لكن لو سألتني هل قطر قادرة على استضافة هذا الحدث، أنا أقول لك بإذن الله تعالى بكامل الثقة قطر تستطيع ذلك. قطر استضافت في 2006 دورة الألعاب الآسيوية اللي هي أشبه بالأولمبياد، فيها 10,000 رياضي، يعني كقيمة وحجم حدث هي أكثر صعوبة تنظيميا من كأس العالم، ونجحت لله الحمد نجاح مبهر. استضافت دورة الألعاب العربية تستضيف سنويا أكثر من 40 حدث عالمي، وبالتالي استضافة حدث عالمي بهذا الحجم قطر تستطيع بإذن الله تعالى. عندها الدعم الحكومي، عندها الدعم اللوجستي، عندها البنية التحتية لاستضافة حدث بهذا الحجم، وإن شاء الله راح يصير. نتحدث عن الدعم اللوجستي، هل مشاركة دول أخرى مجاورة سواء يعني دول خليجية، الإمارات، البحرين، السعودية، أنت تتوقع أنه احتمال وارد؟ إذا تتكلم عن استضافة المباريات فهذا مستحيل، لأن الملف قدم واعتمد والملاعب اعتمدت وبدأت حتى عملية البناء في الملاعب، فهذا مستحيل، مش ممكن، حتى بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة قدم كأمنية أكيد كنت أتمنى، ولكن أنا واثق أن المنطقة ستستفيد أكيد من هذا الحدث. كثير من الجماهير ومن الزائرين لكأس العالم راح يقيمون في دول مجاورة، كثير من المنتخبات راح تقيم أكيد معسكرات إعدادية في الدول المجاورة، زائد أن أبواب قطر مفتوحة دائما للكل، وأكيد كل المنطقة راح تشارك في إنجاح هذا الحدث. زائد أن اللجنة المنظمة لكأس العالم بدأت أصلا في جهود إشراك شعب المنطقة، كثير من المتطوعين أصلا بدأوا تسجيل أساميهم وقوائمهم من المنطقة في المساهمة في إنجاح هذا الحدث مع دولة قطر. هو حدث المنطقة، هو حدث غير عادي. لما تيجي تنظيم بلد مسلم لمثل هذه التظاهر العالمية، تعرف أنت الثقافة العالمية لا تتفق في كثير من جوانبها مع الثقافة الإسلامية، وبل قطر بلد مسلم، كيف تجمع بين أنك تكون عالمي وتوصل رسالتك القطرية إلى كل العالم، وبين تحافظ على الهوية وأن لا يكون هناك خدش في الشارع للثوابت الإسلامية؟ هو تحدي صعب صراحة، مش تحدي سهل، أنك تقدر توصل للعالمية وتتحدث بالفكر اللي تحدث فيه العالم، اللي في الغالب الغرب هو الأكثر تطورا منه فيه، وتحافظ على عاداتك وتقاليدك. الآن لما تروح لقطر وتشوف الأبراج وتشوف كم العمل اللي صار في البلد في آخر 10 أو 15 سنة، وتقعد مع الشباب وتجلس مع الناس، راح تجد أن دولة قطر ما زالت دولة محافظة، ما زال الشعب القطري محافظ، ملتزم بعاداته، بتقاليده، بلباسه، باحتشام المرأة فيه. إذا أنت تقصد كأس العالم تحديدا كبلد تستضيف حدث مثل كأس العالم بضوابط يضعها الغرب لكأس العالم، منها الاتحاد الدولي لكرة قدم، منها مثلا موضوع دخول الكحول والخمور وغيرها من الأمور، فهذا شيء أنا ما أقدر أجاوبك عليه، لأن أرجع إلى أنه موضوع سيادي يتعلق بحكومة يتعلق بقانون. ما أثق فيه أنه راح يكون في صرامة في تطبيق قوانين البلد، وهذا معروف وراح يكون معروف للكل، أنك راح تجي إلى دولة قطر يجب أن تلتزم بعاداتها وتقاليدها وضوابطها من خلال اللباس، من خلال تأدية ما هو معروف لدى بلد ومتعارف عليه ويحد القانون. طيب أنت دشنت أستاذ خليفة في الرياض، ليش اخترت الرياض تحديدا في التدشين؟ يعني بعد شوي بيجي كأس أمم آسيا في أستراليا، يعني أستراليا قد تكون مظلة أوسع وأكبر لتقديم مثلا هذه المنشأة، ليش اخترتوا الرياض تحديدا؟ طبعا زي ما تقول اخترتوا، اللي اختاروا أعضاء يعني اللجنة المنظمة لكأس العالم أو لجنة الإرث. أنا أعتقد أنهم اختاروا الرياض لأسباب في وجهة نظري حكيمة. أولا الارتباط هذا الاستاد بكأس الخليج، لأن استاد خليفة استضاف الدورة الرابعة سنة 1976، وبالتالي في ارتباط كبير بين استاد خليفة وبين كأس الخليج. أضف إلى ذلك أنه هذا تأكيد آخر على أن هذا الحدث هو حدث للمنطقة وليس حدث لدولة قطر. لما يقام استاد ومنشأة رئيسية لدولة قطر في الرياض، فهذا تأكيد على أن ترى هذا ملعبكم، ترى هذا الكأس العالم لكم جميعا، هذا الحدث لكم جميعا، مش بس لنا إحنا. أضف إلى ذلك أنا أعتقد أنه ما ميز هذا الموضوع أنه كان جاء في وقت مثالي مع عودة العلاقات، مع التقارب اللي قاعد يصير في المنطقة، علما بأن الخلاف اللي كان يصير قد يكون خلاف سياسي بين الدولتين أو بين دول المنطقة، لكن أشهد الله أن على مستوى الشعوب ما في أي شيء تأثر. علاقتنا كقطريين بالسعوديين كانت قوية وستبقى قوية وستستمر بإذن الله قوية. وعلاقتكم أيضا بالإماراتيين كيف تقيم وضعها؟
على المستوى الشعبي ما في اي شيء تغير. في كأس الخليج كنا جالسين مع اخواننا الاماراتيين قبل كأس الخليج، زملائي اللي انت تفضلت عنهم مغادر وقناة علي السعيد وفارس فارس عوض علي السعيد. بس انت تشوف على مستوى تويتر مثلا والحملات اللي تكون في وسائل التواصل الاجتماعي بين البلدين، اعتقد انت قاعد تتكلم عن صوره مثاليه مش موجوده تماما. جميل، طيب هذول الاشخاص اللي يقودون المشاكل ان صح التعبير او قادوا تكبير الفجوة اللي موجودة بالذات بين قطر والإمارات، يمكن بين الإمارات والسعودية ما كان في شيء، بين قطر والسعودية تقريبا ما كان في شيء، يعني بعض الأشخاص هذول وينهم اليوم؟ الأشخاص اللي كانوا يقودون الرأي العام بمستوى عفوا هابط، بإساءة، بتعرض لنساء، لأعراض، لكلام سيء بذيء، وينهم اليوم؟ أنا أسألك وينهم اليوم؟ وينهم؟ اختفوا. من قبل على نفسه أن يكون بوق أو أنه يمثل رأي شاذ عفوا على الكلمة، يتعارض مع الدين، يتعارض مع الأخلاق، مستحيل تحترمه، هو عبارة عن أداة، سقطت الفائدة من هذه الأداة فسقطت هذه الأداة. هذا اللي صار. أنا كنت أحترم كل شخص إعلامي نزيه عمل العكس، عمل على تقريب وجهات النظر أو صمت على الأقل وابتعد، وهذول أيضا موجودين. ما أقدر أقول لك هذول هم الطبقة الأكبر ولا أقدر أقول لك هذول هم الطبقة الأكبر. يعني عندنا نزيهين وعندنا أبواق. الحمد لله أنا أشوف أنه نزيهين كثار موجودين، والخير موجود في 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 هالأمة، موجود في الإسلام، وموجود في الشعب العربي وفي شعب المنطقة الخليجية. طبعا أنت قلت أنه أنا ما أحب السياسة، والرئاسة التونسية بين المنصف المرزوق والسبسي ما راح أدخلك فيها. الغريب أنا سمعت منك الآن عنها. هي الغريب أنه في هذا لفت نظري، أنه أسئلة كثيرة جتنا عن لهجة تونسية وعلاقة محمد بتونس والتونسيين، وقط يعني في يعني كميه ملفته بالنسبه لي ماني قادر احلها في قضيه علاقه محمد بتونس وعلاقته باللهجه التونسيه تحديدا. العلاقه بسيطه، يعني انا يمكن قلت لك بدايه كلامي اني كنت لاعب تنس لمده 17 سنه تقريبا، فجزء من المعسكرات اللي كنا نلعبها ونشارك فيها كانت في تونس بحكم الجو الجيد في الصيف في تونس، بحكم تطورهم في لعبه التنس في تونس. فشاركت في الكثير معسكرات سنة 96 97 98 99 في تونس، وكنا نجلس فترات طويلة وإحنا عددنا قليل، يكون مثلا لاعبين أو ثلاثة مع مدرب، فاحتكاكنا مع الشعب التونسي مع التوانسة يكون كبير. فمن الطفولة يعني من عمري 13-14 سنة تعلمت اللهجة التونسية وأجدتها، ولكن هالشيء يعني خلى الموضوع يروح إلى منحنى آخر اللي هو أنه البعض يعني اتهمني أني أنا تونسي مجنس. طبعا عائلة كواري مش موجودة في تونس مثلا، ولكن هالشيء صار أنا أذكر سنة 2006 انتشر كليب لي أثناء احتفالات الجزيرة بمرور 10 سنوات، كنت أتكلم في تونسي، فالجماعة استأذنوني أنه يبثونه في الجزيرة وبثوه عادي. بعدها انتشر في يوتيوب في مواقع التواصل وقالوا هذا تونسي مجنس، أنه قطر تجنس في كل شيء في الرياضة، قامت جنست مذيع. طبعا كلام مش صحيح، لكن وبالمناسبة هذا كان في أيضا في وقت خلاف بين قطر والسعودية، وشباب سعوديين اللي انشروا الكلام يعني. فانا حين فرصه اكد لك ان انا قطري ابا عن جد، والدي قطري، والدتي قطريه، ومن عائله قطريه 100%. طيب هو انت قبل شوي تحدثت عن الخلاف السعودي القطري اللي كان وقتها واليوم كان خلاف، انت تتوقع انه يعني الله لا قصه ايه انه يعني هل تتوقع انه يكون هناك خلاف قطري سعودي قادم؟ هل هذه صارت سنه معتاده تعود عليها الشعبين؟ والله انا اعتقد ان هي سنة السياسة أنه ما في صداقات دائمة في مصالح مشتركة مع الأسف، وهذا صراحة يتعارض مع الدين، يتعارض مع المبادئ. أنا بالنسبة لي عبد الله صديقي للأبد، اختلفنا في وجهات النظر على عينه وعلى راسه يبقى صديقي. لأن لو أقول لك أنه ما أتمنى خلافات ترجع 100% ما أتمنى، تقول لي هل بكرة بتصير خلافات؟ الله أعلم، التاريخ اللي يقول لك مش أنا، لكن أنا أقول يا رب الله يديمها علينا نعمة، الله يديم الصداقة والمحبة والمعزة بين قطر والسعودية وبين كل دول المنطقة. الأستاذ عبد الرحمن راشد قدم استقالته من إدارة قناة العربية بعد تجربة طويلة وكانت بحد ذاتها هي حدث. أنا لا أريد أن أسألك عن أستاذ عبد الرحمن وتجربته، أنا أريد أن أسألك عن التجربتين. أنت عملت في الجزيرة الإخبارية وعملت فترة ليست بالقليلة، وكنت قريب من المطبخ يعني الإخباري حتى وإن كنت أنت في الجانب الرياضي. أنت كيف تشوف هذا التنافس؟ يعني في تنافس، هل هو تنافس إيجابي؟ هل هو راح إلى منطقة سلبية؟ هل هذه القائنتين ما زالت تأخذان يعني ثقة المشاهد العربي، أم أنهم سقطتا بعد الربيع العربي؟
بحكم قربي من قناة جزيرة فترة من فترات، أنا متأكد أنهم ينظرون للعربية على أنها قناة منافسة، والتاريخ يؤكد ذلك. اللي أعرفه من أيضا، وهذه وجهة نظر زملاء يعملون في الجانب السياسي في قناة الجزيرة، أنه العربية أنشئت كردة فعل على قناة الجزيرة أكثر مما هي أداة أو قناة أنشئت في الأساس بأفكار معينة. البعض يتهم العربية بأنها تتبنى فكر مثلا معين، الجزيرة تتبنى فكر مغاير، ولكن اللي أنا أقدر أقول لك إياه من تجربة شخصية، واحدة من الأبحاث اللي سويتها لما كنت في بريطانيا في أدرس ماجستير في الإعلام، أنه ما هي القناة العربية النزيهة، أو هل يوجد قناة عربية نزيهة وحرة 100%؟ نتيجة بحثي الخلاصة منه أنه لا يوجد قناة على مستوى العالم بدون أجندة، لا يوجد قناة في العالم حرة 100%، ولكن سقف الطموح والحرية اللي وصلت إليه قناة الجزيرة غير مسبوق في تاريخ الإعلام العربي. لأنه عبد الرحمن راشد كتب مقال وقال الحياد تمرين فكري صعب جدا. أنت مؤمن بالحياد ولا متى مؤمن؟ على مستوانا احنا يعني أنا مؤمن بالحياد. مؤمن أن الإعلامي والإعلام يجب أن يعمل بدون قيود، بدون خطوط حمراء، بشرط عدم التعدي على الآخرين، عدم الإساءة للآخرين. احنا ما نتناقش عن موضوع الحرية، احنا نتكلم عن موضوع الحياد. يعني هو قال في تجربته، يعني بعد ما خلص التجربة الطويلة، قال أدعي أنني حاولت ألا أقحم عملي في رأيي، وحاولت ألا أقحم رأيي في عملي أيضا. الأولى كانت مهمة سهلة إلى حد ما، أما الثانية اللي هي أنه ما يقحم رأيه في عمله فلا أدعي أنني نجحت فيها. آراؤنا بطبيعتها تتسلط علينا وتسيرنا، هندسة الخبر المجرد وإنتاج العمل الإعلامي الحاف كذا وصفها، مجرد نظرية فقط، ولهذا الاستنتاج أسبابه. أولا تقريبا كلنا أصحاب رأي، ومن لا رأي له فهو إما. جميل، طبعا يحسب له هذه القدرة العالية على سرد هذه التجربة بكلمات قليلة، وحتى المصداقية في طرحه وفي تلخيص تجربته كإنسان رائد في مجال الإعلام. الحفاظ على الحياد 100% شيء صعب جدا، لأن في النهاية أنا وأنت عبد الله في النهاية بشر. عندك مشاعر، عندك أحاسيس، عندك تجارب حياتية، جاي للاستوديو متضايق، زعلان، عندك مشكلة، لا يمكنك تفصل 100%. صحيح إحنا نجتهد قدر المستطاع أن إحنا نظهر أمام المشاهد بأفضل حلم. يعني هل هو هدف صعب تحقيقه، يعني نحققه بنسبة كبيرة، ولا هي حيلة نحتال بها على المشاهد لنمرر خلالها أجندتنا؟ أنا مع إنه الإنسان يصل إلى أعلى مستوى ممكن من الحياد، لكن هل تستطيع أنت كإعلامي عربي مسلم أن تشاهد ما يحدث في فلسطين وتجد نفسك في النص بين لا أريد ذكر اسمها وبين فلسطين؟ صعب صعب. في النهاية عندك مشاعرك، عندك أحاسيسك، وهالشيء يعني أنا شفته صراحة. كثير من مذيعين السياسة يبكون على الهواء لما يشوف أطفال يقتلون، لما يشوف مجازر. لا يمكن أن يجلس في النص أنه حياد، وأن هذه وجهة نظر دولة فلسطين، وشيء آخر يريد أن يكون دولة. مجموعة من الأسئلة وجهها لك شركائنا في تويتر. قبل ما أطلع للأسئلة، صحيح أنه أنت أعلى مغرد قطري عدد متابعين؟ والله هذا اللي أنا أعرفه، في أشخاص آخرين رقميا أعلى مني، لكن ما أعرف إذا متابعين حقيقيين أو لا يعني، لكن في النهاية هذه ثقة أكرمني فيها الجميع من كل دول العالم في متابعتي، إن شاء الله أكون قد هالثقة. طيب خلينا نشوف الأسئلة اللي وصلتنا في تويتر. الشارع يسأل، الشارع يسأل، هل يمكن أن نراك في NBC برو سبورت؟ لماذا الإعلام الرياضي يرفض الإفصاح عن ميوله بالرغم أن الوضوح أجمل؟ لا يقول حياد لأننا ملينا من هالكلمة. هل النزاعات بين الإعلاميين في البرامج المباشرة معد لها مسبقاً؟ أو على الأقل تحصل بضوء أخضر منكم كما حدث في ليالي الخليج؟ هل يؤيد سياسة تجنيس اللاعبين بقطر؟ ولماذا؟ سلم عليه وقل له وين تشوف نفسك في كأس العالم 2022؟ رأيك بجمهور جدة، كنت تسمع له تسجيلات قرآنية بصوته، هل له تسجيلات؟ يعني شريط مسجل بصوته؟ هل أحلامه توقفت؟ وما هي أهداف قطر الخيرية؟ ليتك تتطرق لتغريداته عن الخطوط القطرية وموقفه منها. ما سبب هجوم جريدة الوطن القطرية عليه؟ لو عاد بك الزمن، هل ستكون لاعباً أم مذيعاً؟ الشارع يسأل،
حياكم الله من جديد مع ضيفي الأستاذ محمد الكواري. مسعودون ممكن نشوفك في قناة MBC سبورت؟ والله أنا سعيد جدا في BN سبورت، وأجد كل التقدير وكل الاحترام، وأجد نفسي مرتاح صراحة، ما أفكر في أي تجربة إعلامية رياضية في غير BN سبورت في الوقت الحالي. ما تفكر ولا ما تجد نفسك؟ لا، في الوقت الحالي أنا سعيد، فالواحد لما يكون سعيد ليش يفكر في شيء ثاني؟ أنا جدا سعيد صراحة، كل التقدير للإخوان في MBC على مجهودهم، ولكن أنا جدا سعيد في BN سبورتس، وأجدها بيتي اللي أنا ترعرعت فيه، ومن 11 سنة كنت من مؤسسين هذه القناة، فأفضل أني أبقى فيها. ممكن نشوفك في إعلام غير رياضي؟ ولا خلاص الرياضة أخذتك من الجوانب الثانية؟ والله هذا سؤال يعني صعب، وشيء دائما أفكر فيه بالمناسبة، لأن في النهاية الإعلام الرياضي له يعني سقف صراحة. لما تصل إلى تغطية كأس العالم في مباراة نهائية في الملعب مثل ما صار لي في ماراكانا، تجد نفسك وصلت إلى واحدة من أصعب الأشياء وفي قمة الهرم الإعلامي الرياضي، وبالتالي المحافظة على هدف أو إنشاء هدف آخر مش سهل في المجال الرياضي. أنا أنظر ربما بعد كأس العالم 2022، إذا الله عطاني عمر واستمريت في عمل الإعلامي، أني أتجه اتجاه مختلف يخدم في المقام الأول المجتمع. كانت لي تجربة في برنامج اسمه لكم القرار، الحمد لله كانت تجربة ممتازة. أنا أبغى أسخر خبرتي وتجربتي في الإعلام بعد فترة من الزمن بإذن الله لإنشاء وإعداد إعلاميين بفكر راقي بمبادئ عالية، ثم أيضا خدمة المجتمع إن كان على الجانب الإنساني أو خدمة المجتمع من خلال الإعلام حتى لو كان بعيدا عن الرياضة. وصلت لحد التشبع في تجربة الإعلام الرياضي؟ لا والله ما وصلت، ما زال عندي صراحة رغبة وشغف وطموح ومستمتع صراحة في العمل. أنت تحدثت قبل شوي عن موضوع خدمة المجتمع، لك جهود يعني جهود غير عادية في قطر الخيرية، أنت سفير لقطر الخيرية وعندك مشاركات اجتماعية، سولف لنا عن هالتجربة. طبعا هذه التجربة بدأت كسفير للعلامة التجارية مثل ما يصير في البزنس، أو سفير لقطر الخيرية مثل ما صار مع قطر الخيرية. كان الهدف المساهمة في العمل الخيري، تسخير ما امتلكته من خبرة متواضعة في العمل الإعلامي من خلال علاقاتي مع الناس في المساهمة في العمل الخيري عن طريق جمعية قطر الخيرية اللي افتحت لي الباب. هذه كانت البداية، لكن تطور العمل شيئا فشيئا. أنا اليوم مدير تنفيذ الاتصال والتسويق في قطر الخيرية، أقوم بهالشيء تعاونا مع الجمعية، وأنا سعيد جدا في هالتجربة اللي افتحت لي الأبواب. قطر الخيرية جمعية عريقة عمرها 30 سنة، تشتغل في 60 دولة في العالم، وعندها مكاتب في 17 دولة في العالم. أنتوا قمتوا تبعكم المباراة اللي صارت في مكة؟ صحيح، المباراة اللي صارت في مكة كانت تحت مبادرة اسمها رفقاء. مبادرة رفقاء تخدم بشكل مباشر الأيتام. لله الحمد، منذ انطلاق المبادرة في ديسمبر الماضي وصولا إلى اليوم مشارف ديسمبر يعني أقل من سنة، تم كفالة أكثر من 23 ألف يتيم من خلال المبادرة لله الحمد، والعملية مستمرة بإذن الله. خليني أسمع معك مقطع سألوا عنه الشباب هنا وأرجع أتحدث معك، خلونا نسمع المقطع مع بعض. الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم. هذا مقطع من قراءة أرسلوها المحبينك هنا في تويتر لك في القرآن. هل تجد نفسك في قضية يعني محمد الداعية خلينا نسميه؟ لا والله، أنا أصغر وأقل بكثير من أن أكون داعية، ولا أمتلك القدرات والمقومات أني أكون داعية، لكن أنا مؤمن أن الإنسان لازم تكون عنده رسالة، لازم يكون عنده هدف، لازم يسعى إلى خدمة دينه في أي مكان كان، في الرياضة، في الإعلام، في أي مكان كان. أنا كنت وما زلت وسأبقى مجتهد في البحث عن شيء يخلد ذكراي بعد وفاتي، عن صدقة جارية، عن عمل أسوي اليوم يبقى لي مستقبلا في قبري. فهذا كان اجتهاد بسيط صراحة، سجلت مجموعة من التسجيلات مع الشيخ فهد الكندري اللي أوجه له الشكر، اللي قبل أن يعطيني من وقته ومن جهده في التسجيل القرآني اللي سمعت جزء بسيط منه،
وإن شاء الله في يوم من الأيام أكون قادر على خدمة حقيقية أقدمها للدين الإسلامي. قضية الإفصاح عن الميول يعني، وهذه يمكن ترجع الموضوع أنا اللي قبل شوي عن الموضوع الحياد، إنه الحين نشوف إحنا الإعلام يتحسس يعني، ما وده يقول إنه إيش يشجع مثلاً من فريق أو حتى يمول أو يكشف عن توجهاته مثلاً السياسية ولا الفكرية ولا الشرعية ولا آخره. أنت كيف تشوف إنه هل هذه مسألة حساسة ويجب على المذيع أن لا يكشف كل هذا، ولا بالعكس المفروض أنه عادي ويتكلم بحرية؟ في الوطن العربي يفضل إذا كان عنده ميول أو في النهاية ما في رياضي ترى مجرد الميول، من خاصة لما يكون رياضي حقيقي دخل مستوى التنافس في الغالب يميل إلى نادي معين أو إلى منتخب معين، وهذا جزء عادي من حياته. لكن المشكلة في الشارع الرياضي اللي ما يتقبل، اللي وصل إلى مرحلة من الاحتقان ومن التعصب، أنه لو يشوفك مثلاً الآن أنت لو موجود مثلاً في القصيم ولابس مثلاً أبيض يقول لك هذا يشجع التعاون، لما تكون لابس مثلاً شماغ أحمر يقول لك هذا يشجع الرائد. فوصل التعصب لمرحلة صراحة مزرية جداً، يجد من خلال الإعلامي صعوبة كبيرة جداً في الإفصاح عن النادي أو عن المنتخب اللي يشجع فيه، لأنه راح تكون ردة فعل عكسية وراح يخسر جزء كبير من الشارع الرياضي. طيب أنت في السعودية عندك ميول معينة؟ لا ما عندي ميول معينة. هاي تأكيد للمعلومة اللي قبل شوية. لا فعلا ما عندي ميول معينة. أنا أشجع فريق واحد خارج قطر صراحة، هو برشلونة الإسباني. وداخل قطر؟ داخل قطر أشجع قطر القطري. وفرق كبير بين الناديين يعني، في واحد يفوز بطولات، في واحد كل 10 سنين يمكن أجيب لك بطولة، بس أنا سعيد بتشجيع يعني. كان هناك عندك برنامج طويل في الأيام الماضية مع في مساء الخليج في قناة بي إس سبورت. الأحداث اللي تصير يعني المشاكل اللي تصير، هل فعلا في أحداث يكون الإثارة مفبركة والهوشة اللي تصير بين مذيعين بين ضيفين هي متفق عليها من قبل؟ والله في برامج ثانية يمكن يصير. لا أبي عندك. عندي لا والله ما صار. وبالمناسبة أنا كنت جدا متضايق من المشكلة اللي صارت اللي بين الشريف بين فواز الشريف وبين عبد الكريم الشمالي، واللي تابع الحلقة يمكن الجزء كبير شافها عن طريق انتشار فقط مقطع المشكلة، وهذه أيضا مشكلة لأن الناس ما تشوف اللي قبل ولا تشوف اللي بعد. اللي شاف الحلقة راح يكتشف أنه لما استمروا في المشكلة بينهم أنا انهيت الجزء الأول، فما أعطيت مجال لاستمرار المشكلة، لأني مش من الإعلاميين اللي يبحث عن إثارة وعن مشاكل وعن أكشن من خلال التناحر يعني. هل كانت المحاولة لمنافسة برنامج خالد جاسم في الكاس هذا البرنامج بهذا الشكل؟ تقصد المجلس؟ إيه؟ لا والله المجلس برنامج يحترم، عنده تاريخ عمره يمكن 10 سنوات تقريبا من 2005 إلى الآن. أنا مؤمن بخط معين، بهدف معين، في برنامج معين وضعتني القناة فيه، يجب أن أعطي كل ما عندي لإنجاح هذا البرنامج ومساهمة في إنجاح تغطية القناة، وبالتالي احنا نفكر في نفسنا شلون نتميز، ما ننظر انه والله فلان نجح لازم نسوي طريقته عشان نجح. طيب انا بسالك عن تجربه الكاس، انت دخلت الكاس وطلعت بشكل ما هو يعني ما هو واضح يعني، كانه شكل ما هو انيق، خليني اقول خروجك من الكاس لم يكن خروج يعني انيق، خليني احتفظ بهذه العباره. ليش؟ انا عملت في قناه الكاس مع اداره معينه كان يترأسها شخص معين في هذاك الوقت، بعد نهاية السنة اللي هي كانت إعارة بالمناسبة يعني، كنت أنا منتقل كمتعاون من قناة الجزيرة الرياضية، ما كنت موظف دائم في قناة الكاس، فتغيرت الإدارة وجاء مدير جديد للقناة. هذا المدير كان عنده فكر معين، توجه معين، وطرح أفكار معينة وبرامج يبغيني أنا أقدمها، فأنا وافقت على تقديمها. في نهاية الأمر هو كشخص وضع شروط معينة أنا وافقت عليها، هو لكن في كانت شروط صعبة يعني، والله كانت تحتاج تنازلات صراحة مني من ناحية المادية ومن ناحية الجهد وتقديم برامج، مع ذلك أنا وفقت. في نهاية النقاش وافقت على ذلك، لكن ما كان عندهم رغبة في استمراري، وأنا أحترم وجهة نظرهم، قد في ذاك الوقت لا يرون فيني الشخص المناسب اللي يقدم إضافة لقناة الكاس وما بغوني يعني باختصار، وأنا وجهت طريقي وكملت عادي. لا يعني هم ما بغوك هذه الآن ووصلنا لها، لكن الثانية هل يعني قالوا لك أنه والله إحنا طريقة الاستغناء كانت طريقة تليق بهم وبمحمد؟ تليق بهم هذا شأنهم وهذا اللي بدر منهم، هل تليق فيني؟ أكيد ما كنت أتمنى العلاقة تنتهي بهذه الطريقة يعني، أنا أحب الوضوح في التعامل يعني، لو أنت مثلا مذيع عبد الله مسبب لي مشكلة أو عبء ثقيل علي كمدير قناة، بقول لك عبد الله أنا ما عندي رغبة فيك، أنا أحب الوضوح، وأقول لك يا أخي جزاك الله خير، شكرا، السلام عليكم، مشينا. وهذا اللي ما صار. اللي صار أن أنا جلست شهور أنتظر رد
كان في تطنيش ما صار. أيوة، ولكن في النهاية عادي يعني، أنا في النهاية تقبل، وأنا مؤمن تماما بأن الخيرة في ما اختاره الله، وأنا مؤمن أن اللي صار لي من مراحل ومن خطوات واللي أبدا ما كنت مفكر فيها ولا مخطط لها، منها دخولي للإعلام، هي توفيق خيرة من رب العالمين، والحمد لله على كل حال. أنت قلت سابقا أنه أنت يعني ما خطط للإعلام، ضربة حظ أو يعني الحظ قادك إلى هذا الكلام. صحيح، هو القدر يعني قادني للتواجد في الإعلام. عمري ما فكرت أكون إعلامي، عمري ما سعيت أني أكون إعلامي. طيب اليوم أنت بعد تجربة طويلة في التنس وتجربة في الإعلام، لو رجع بك التاريخ ستحترف يعني ستختار اللعبة ولا تختار الإعلام؟ والله أنا أحب الرياضة صراحة، وأحب التنس بالذات وكرة القدم أيضا، لكن أنا أشوف أني قاعد أمارس الرياضة ولله الحمد محافظ على نفسي وأمارس الرياضة بشكل دائم 3 أو 4 مرات في الأسبوع، وقاعد أعمل في المجال الإعلامي الرياضي اللي هو أيضا مجال ممتع. أرجع لموضوع تونس لما تحدثت عن التجنيس، إيش رأيك أنت بقضية التجنيس في قطر؟ يعني كثير هناك يتحدثون عن أنه النشيد القطري عندما يأتي بعض اللاعبين في قطر لا يرددون مع بقية زملائهم لأنهم لا يتكلمون العربية أحيانا. الموضوع لا يتعلق بنشيد وطني. لو رجعت لأكبر منتخبات العالمية، فرنسا وألمانيا وغيرها منتخبات، ستجد لاعبين إما لا يجدون اللغة أو لا يجدون النشيد أو لا يرددون النشيد الوطني حتى لو كانوا حافظينه، كنوع من الاحترام لبلدهم الأم، وهذا موجود على مستوى العالم. الموضوع أكبر من هالشيء بكثير. أنا واضح وما غيرت موقفي، أنا ضد التجنيس. ضد التجنيس، نعم، وسأبقى ضد التجنيس بالشكل الفوضوي، بالشكل أنه عبد الله جاني لاعب محترف مميز تعال خذ جنسية والعب، أنا ضده تماما. ولكن متى أنا أقبل؟ أي متى تقبل؟ أقبل بالتجنيس لما يكون عبد الله ترعرع في البلد، يتحدث اللغة، يجيد عادات وتقاليد البلد، ما عنده بلد ثانية. أما أن يكون شخص بدون جنسية، وهذا موجود في كل دول الخليج، أو يكون من جنسية أخرى لكن مثلا أبوه كان موظف بدأ كرة القدم في دولة قطر أو ولد في دولة قطر، خلاص صار منك وفيك. حافظ نشيدك، لهجته نفسك، دينه نفسك، لغته نفسك، الوضع مختلف، ما عنده بلد ثانية. واضح الفرق. لكن أنك تجيب لي شخص أما غير مسلم أو لا يتحدث اللغة العربية أو جاء كمحترف كان ينظر لك على أنك مصدر إيراد فجأة يمثل المنتخب، أنا ما أتشرف بهالشيء ولا أتمنى هالشيء، وما زلت سابقة ضد هالشيء. ولكن أنا أشكر الأخوان المسؤولين على الرياضة القطرية لأنهم يتقبلون النقد، رأيي أقوله ويسمعون حتى لو ما يمشون فيه. لكن أنت بالنسبة لك المسألة هوية، يعني الموضوع الهوية هو الأهم يعني. نعم، أنا كقطري أبغى أشوف القطريين مثل منتخب بلادي وأفرح فيهم. في سنة 92 لما فزنا بمنتخب قطري 100%، أنا كنت في الملعب مع جدي الله يرحمه من المباراة الأولى للمباراة الختامية، وفرحتنا لا توصف. دخول شخص مجنس للمنظومة يمثل المنتخب بالنسبة لي أنا ما أتمنى. يعني فرحتك في 92 أكثر من فرحتك في 2014 كأس الخليج؟ بمراحل مع اختلاف التجربة. لما تقارن 2014 ب 2010 راح تلاقي خلاف، راح تلاقي أنه في 2010 ولا 2009 ولا 2008 كان في تقريبا 80-90% من لاعبين منتخب قطري مجنسين. اليوم لا، اليوم نتكلم عن أكثر من النص أما قطريين أو من أبناء قطر. اللي يدخل في التفاصيل راح يلاحظ الفرق، وبالتالي أنا سعيد لهم. واضح رأيك وقضية أنه ضد التجربة بشكلها العام. يعني أنت قلت يعني في حديث كبير على قضية الخطوط القطرية، أنت هاجمت الخطوط القطرية في أكثر من مناسبة وقلت أنه أركب أسوأ خطوط العالم وأحافظ على كرامتي واحترامي وديني، ولا أركب طيران 7 نجوم رائحة الخمور تفوح في أركان طائرة معلقة بين الأرض والسماء. طبعا أنا موقفي من الخطوط موقف واضح وأيضا ما تغير ولن يتغير إلا بتغير الخطوط نفسها. كانت في حملة شبابية في هذاك الوقت قبل 2 أو 2.5 سنين وما زالت مستمرة لبعض الأمور في الخطوط، تتعلق أولا بمنع الخمور على الطائرة، وهذا ما زال للأسف مستمر في الخطوط القطرية. أنت إيش مطالبة؟ إيش تطالب؟ تطالب بمنع الخمور؟ تماماً. حتى لو خسروا زباين ما عندي مشكلة، أنا مسلم وهذه خطوط من بلد مسلم لازم تلتزم بعاداتي وتقاليدي وديني. هذا موضوع الأول. يعني إيش الرسالة اللي توجهها لرئيس أو المسؤول الأول عن الخطوط القطرية؟ أنا وجهتها. مش قلت له؟ إنه لازم الخمور تنشال من الخطوط القطرية وحتى من مطار قطر. ما عاد نشوفها، وأنا هذا اللي أتمنى لأنها تمثلني. اسمها الخطوط الجوية القطرية، تمثلني أنا كقطري حتى لو كانت شركة ربحية مستقلة بمجلس إدارة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كانت تتعلق بقلة القطريين، وهذا الجانب للأمانة هم اشتغلوا عليه بعد الحملة.
زادت نسبة القطريين لكن ما زالت ما تتعدى 2% من إجمالي موظفين الشركة، وهذه مشكلة بالنسبة لي كقطري لما أشوف شركة تدخل ملايين مئات الملايين من الريالات على الدولة أو تصرف فيها مئات الملايين والقطري يشكل نسبة بسيطة منها، هذه أيضا مشكلة. عدم السماح لركاب الطائرة بالصلاة على الطائرة هذه أيضا مشكلة بالنسبة لي، ليش خطوط أخرى فيها مصلى حتى لو كان مترين في مترين لكن يسمح له أنه يصلي، ليش هنا مش مسموح؟ يقول لك ممنوع لأسباب أمن وسلامة. فأنا عندي تحفظات معينة قلتها، وأيضا لله الحمد إحنا نعيش في هامش حرية كبير، رأيي أقوله وهذا رأيي الشخصي، اللي بياخذ فيه ياخذ فيه، اللي مش عاد مش عاد. أنا أريد أن أسألك عن آخر ملف عندي قبل أن ينتهي معي الوقت. تفاجأ الإعلام الخليجي ويمكن القطري خاصة بجريدة الوطن القطرية عندما قالت سعدون يظل الرأي العام وناقص نفسه، وجت بشكل عيب للإعلام القطري، تحدثت عن يعني غرت بمعلومة لا يملك عليها الدليل سوى سمعنا مما يتسبب في تضليل الرأي العام. كانت مثل هذا الخبر شيء مفاجئ بالنسبة للقراء. طبعا الصحافة المكتوبة عندنا صحافة إعلانات، عفوا على الكلمة، في إعلاميين محترمين كثير في دولة قطر، جزء كبير منها في إعلاميين قطري مميزين على مستوى عالي، لكن الجزء الأكبر من الإعلام يحاول يعني بيع أكبر قدر من الصفحات وبيع أكبر قدر من الإعلانات، وهذا معروف وواضح. تحفظي الكبير أنا كان بالتهكم علي، بالإساءة لي، بالعنوان اللي عيبي الإعلام القطري، هذا سبب لي مشكلة. أنا رفعت قضية بالمناسبة على الجريدة. قبل القضية أنت طلبت أن ترد عليهم بنفس المساحة ونفس المكان، أعطوك المساحة؟ لا ما أعطوني المساحة، وأنا وجهت كلامي لرئيس تحرير الجريدة اللي للأسف وضعت مقال بدون حتى كتابة اسم شخص يتبنى المقال، يعني موجود مقال في يدك الآن مش مكتوب حتى من اللي كتبه. فأنت إذا عندك القدرة على أنك تواجه واجه، إذا أنت واثق من أن أنا أخطأت وضللت الرأي العام قول أنا فلان أقول أن أنت ضللت الرأي العام، تعال نجلس ونتكلم ما عندي مشكلة. هذا أولا. ثانيا لما أنا رديت عليك حطيت رد في صفحتي الشخصية لأن أنت ما أعطيتني المجال. طيب تبنى رأيي وحطه مثل ما أنت حطيت رأيك، وهذا أيضا ما صار. نرجع للقضية اللي كانت حريق بيلاجيو، أنا ما زلت إلى اليوم مصر على موقفي أنه ما كان موقف خاطئ، ولو كان خاطئ كان طلعت واعتذرت على طول. المعلومات اللي كانت عندي اللي متعلقة بالدفاع المدني من أشخاص كانوا داخل الحريق وشافوا أمام عيونهم، ولكن وجهة نظر شافوا إيش اللي صار الحريق وإيش اللي صار ومشاكله وأسبابه وغيرها من الأمور، ولكن في وجهة نظر أنا أحترمها أنه في هذاك الوقت كانت قمة الحملة الشرسة على دولة قطر في استضافة كأس العالم، وبالتالي كان هناك محاولة كبيرة وهذا حقهم أنه تغطية الأمور علشان ما يتأثر الملف، لأن في بعض الصور طلعت أساءت لدولة قطر وهذا أنا شفته، في بعض الملثمين صغار 14-15 سنة طلعوا أمام الحريق بصور وعلامة نصر مش عارف إيش، فتناقلتها وسائل الإعلام الغربية أنه هذه الدولة اللي أنتوا تبغون تحطون فيها كأس العالم الحريق هذا حريق إرهابي وعمل إرهابي، وهذا أيضا غير صحيح. فأنا أتفهم وجهة نظرهم. ندرة الصحفيين القطريين في الصحف القطرية ما زالت موجودة؟ ما زالت موجودة للأسف، لأن مهنة الإعلام مهنة غير احترافية على مستوى الصحافة المطبوعة تحديدا، مقابل مادي ضعيف جدا، أرقام جدا متواضعة غير مغرية لأي شخص يترك مهنته ويترك عمله وراتبه الجيد عشان يشتغل في الإعلام، لكن أتمنى الموضوع يتطور بإذن الله تعالى. شكرا لتواجدك معنا وشكرا لوقتك الكريم. الشكر موصول لكم أنتم، وانقلوا عن محمد سعدون الكواري أنه يقول شيلوا الخمور من الخطوط القطرية. السلام عليكم.